السلام عليكم مجددا ومرحبا بكم إخواني. في الحقيقة موضوعنا اليوم نستهله بمقطع من نشرة الأخبار الرئيسية للقناة الجزائرية الذي شاهدته يوم أمس فقط، وأحببت أن أجعله كمقدمة لموضوع سأبين ملامحه فيما بعد، يعني بعد مشاهدة المقطع لأترككم معه الآن إن شاء الله. مختلف البرامج التنموية، لا تزال العديد من العائلات التي تقطن الأحياء القصدرية كحي السلاجة بوسط المدينة تنتظر بفارغ الصبر إنقاذها من المعاناة والوضعية المزرية التي تعيشها داخل هذه البيوت، كما توضحه هذه الصور لنوال بنطوبة. وضعية مزرية تعيشها أكثر من 100 عائلة بحي السلاجة بولاية تندوف، بيوت قصديرية تفتقر إلى أدنى شروط النظافة والحياة، ومعاناة تواصلت لسنوات طويلة مع مختلف مظاهر التلوث البيئي، ناهيك عن الأخطار الأخرى الناجمة عن الطرق العشوائية للتزود بالكهرباء. نمشوا للمير ما استقبلناش، ونهار جات ديك النوبة قعدت الكورة تضرب، وإحنا هاربين بولادنا. وعدنا الديسيزيويات دراهمنا دخلوا ووراونا ديارنا، بصح ما سكناش احنا في التمرميد، كسلنا البخرارب، كسلنا الماشين، الناس كامله راها في الميزريه. وقالوا لي اليوم غدا واليوم غدا واليوم غدا بالكذب الاحمر، هي اليوم فايته فكذا من سنه هنا تقعد. نحن باعين من السلطات يديروا لنا الحل. شوف ولادنا الله يرحم والديك، واحد واحد حاشاك حاشاك حاشاك، يعني زايله تجيبها هنا والله تقيرها هنا والله غير يقتلها الخنس. هو المرض زايل اش قال قاع بنادم البزوز راني هو بزوزي جاي طالع يوميا للسبيطر. نقلنا انشغالات هذا الحي الى مديرية السكن والتجهيزات العمومية المكلفة بمتابعة ملف انجاز السكنات الريفية لهذه العائلات، لكن مسؤولها الاول منع عن الادلاء باي تصريح للتلفزيون. سكنات حي السلاج. مقطع من حصة أطول على بثت على القناة الجزائرية الأولى يوم أمس في النشرة الرئيسية للأخبار. وللذين يشاهدون هذه النشرة في التلفزة الجزائرية ربما لاحظوا قبل بضعة أيام أو بضعة أسابيع تعرض دوريا تقريبا في كل ليلة صور وشهادات تبين الواقع المعاش من طرف المواطنين في شتى أنحاء البلد، الوضع المزري الذي يعيشونه من حيث السكن، من حيث الخدمات، التعليم، الصحة، وضع الطرقات إلى غير ذلك. وتبرز هذه الصور النقص الفادح والحيف الذي يعيشه المواطنون في أمور يعني مصيرية وأساسية في حياتهم. قد يسأل الإنسان لماذا التلفزة الجزائرية تبين هذا، وقد تكون خطوة جيدة حتى لا نبخس الناس أشياءهم ولا نرد كذلك على الذين يقولون أنكم أنتم المعارضون، بالأحرى في حركة رشاد دائما ترون النقص في هذا النظام إلى غير ذلك. ظاهر الأمر جيد، هو دائما جيد أن يلتفت الجزائري إلى وضع أخيه السيء، وتتنقل عدسات آلة التصوير للصحفيين حتى يزور الناس ويكونوا عاملين في الميدان، حتى يكون المواطن يشعر أن وضعه حقيقة هو محل اهتمام لدى كل السلطات. المشكلة التي أردت أن أنبه عليها هي ليست هذه الخطوة الجيدة مهما كانت، ولكن ما هي دوافعها وما هي الأشياء التي تبنى عليها. وأريد أن أفصل هنا، هذا ليس فيه طعن في الصحفي الذي قام بالموضوع، بل أرى أن ذلك أمرا إيجابيا من حيث العمل الصحفي، لكن من حيث المنطلق السياسي ما هي الرسالة التي أرادها أولئك الذين سمحوا بهذه الخطوة؟ لأن طبعا وللأسف نحن نعلم أن الصحفي في القناة التلفزيونية الجزائرية، قناة النظام الجزائري، لا يتمتع فيها الصحفي بتلك الحرية التي تجعله يشتغل بمهنية وبنزاهة وبما يمليه عليه واجبه كصحفي ونزيه، وإنما وللأسف هذا هو الوضع الذي نعيشه، لا يزال الصحفي يتحرك وفق ما يسمح له بل ما يؤمر به أن يفعل.
فالذين أمروا بهذا الموضوع لهم أهداف واضحة، نراها حتى في هذه الحصص في هذا الروبورتاج، حيث أنه دائما تصل القضية إلى مسؤول في وضع، يعني طبعا بالنسبة للمواطن هو في مسؤول لأنه يكون رئيس بلدية، رئيس مصلحة، حتى والي، وممكن حتى وزير في بعض الأحيان. ويظن الإنسان أن يعني هؤلاء هم الذين يكونون سببا مباشرا في هذه الحالة المزرية. ولا شك أن العديد من الولاة ورؤساء البلدية إلى غير ذلك، أولا بحكم طرق تعيينهم أو انتخابهم بين قوسين، أو بحكم كذلك صلاحياتهم وبحكم كذلك مهنيتهم، ففيه نقص فادح. الإنسان المقصد قد يقول أن كل الدول فيها يعني ما يمكن أن يلاحظه المواطن، أي مواطن حتى في الدول المتقدمة المتطورة تجاه أي مسؤول. المشكلة هنا في الوصف الذي تعرض علينا في التلفزة الجزائرية أن سقف المسؤولية دائما محدود، أي أنه يكون رئيس البلدية، رئيس المصلحة، الوالي، ممكن مسؤول دائرة الغابات أو النظافة، أو مسؤول القطاع الصحي، أقصى شيء الوالي، ممكن حتى الوزير. ولكن نحن نعلم أن هؤلاء في الحقيقة إما أنهم يعني داخلين في قالب معين من نظام الحكم الذي يجعلهم يتصرفون وفق إرادة سياسية بنيت وشيدت في الجزائر منذ الاستقلال، أي أن المسؤول الأول عن النظام السياسي ووضع المواطن ليس ذلك الوالي، مهما كانت مهارته ومهما كان إخلاصه، حتى إذا فرضنا وفيه أكيد من بين الولاة والوزراء والموظفين منهم أناس نزهاء يحاولون أن يشتغلوا قدر إمكاناتهم، وهم ممكن يكون هم الأولون الذين يشتكون من العراقيل ومن الدسائس وإلى غير ذلك. لكن المشكلة ليست هنا، المشكلة دائما تبقى في أصل السلطة السياسية التي توجه وتقرر وتمنح أو تنزع الصلاحيات التي تمكن الموظف السامي في الدولة الجزائرية من أن يتكفل بمهام واهتمامات المواطن في معاشه اليومي. وما أحببت أن أصل إليه أن الذين بيدهم المسؤوليات دائما ولا يزالون وراء الستار، هم طبعا يتحكمون في كل شيء، وهذا معلوم لدى كل الجزائريين. فمثلا نسمع مرات أن وزير المالية ليس بمقدوره مثلا أن يوضح لنا بطريقة مهنية علمية بحكم أنه مسؤول عن الاقتصاد مثلا أين هي مستثمرات، أين تستثمر الأموال الزائدة التي تتمتع بها الجزائر حسب ما يدعون. كيف يعني، هل بإمكانه أن يكون في حصة أمام المواطن أمام القناة الجزائرية؟ يا ليت، ويشرح بطريقة واضحة نزيهة وفيها من المهنية والاحتراف كيف تستعمل أموال الجزائريين. أبدا، لأن هذا يبقى حكرا على مجموعة معينة في الجزائر، وهذه المجموعة التي تتحكم في وضع الجزائر والتي ذكرناها مرارا وتكرارا في الجزائر هي في بالنسبة لنا في حركة رشاد ما نطلق عليه اسم النظام الخفي أو جهاز المخابرات. الآن أنا أجعل مقدمة أولى لأنني أعلم أن فيه الكثير من ينتقد رشاد ويقول أنتم كل شيء المخابرات، السكن ما هوش جيد، الكوارث التي تقع مثل التي وقعت عقب فيضانات يومين من قبل التي راح ضحيتها العديد من إخواننا المواطنين، كل شيء تلصقه بالمخابرات، التفجيرات كذا كذا كذا، كل شيء بالمخابرات. طبعا نحن نريد أن نكون نشتغل بشفافية وعلى أسس موضوعية، ليس من باب القذف وليس من باب الظن. الشيء الذي يقصد به نظام المخابرات هو نمط من التحكم في دواليب السلطة الجزائرية فرض على الجزائر المستقلة، وفيه بعض حتى التكهنات ترجعه إلى أشياء غامضة حتى قبيل الاستقلال، وأعفيكم عن ذلك مما يعرف بجماعة وجدة، من الانقلابات المتكررة، من ما وقع من إراقة للدماء فيما بين الجزائريين في صائفة
62 إلى غير ذلك، أنه برز من بين تلك المحنة وتلك الفتن التي وقعت في الجزائر أنذاك جهاز تسلط على دواليب الحكم في الجزائر. وعندما نتكلم بهذه الطريقة نحن نتفهم كذلك الوضع التاريخي، فحتى نكون مقسطين تجاه بعض الذين اشتركوا في تلك العملية، البعض منهم كانت تحركهم ولا شك دوافع وطنية، دوافع غير على الجزائر، فهم كانوا يرون أنهم إذا هم ما تحكموش في هذا البلد في هذا النظام ضاعت الجزائر. طبعا هذا كلام فيه أخذ ورد، لأن فيه آنذاك رجال يعني كان يشهد لهم بالنزاهة وبالاستقامة، أبعدوا عن السلطة من طرف هذه المجموعة التي أسست لجهاز المخابرات آنذاك، وفقط لأن هذه المجموعة رأت في نفسها أن هي لها الحق ولوحدها أن تتحكم في الجزائر. إذا سلمنا بذلك أن الجزائر خرجت من حرب طاحنة دفع الشعب الجزائري من خلاله كله، كل الشعب الجزائري دفع ثمنا باهظا، وكان ممكن إنسان يتفهم لا بد من شيء من الصرامة والحفاظ على وحدة البلاد إلى غير ذلك. المشكل أن النمط نفسه لا يزال قائما إلى يومنا هذا 50 سنة بعد الاستقلال، وكل المحاولات الصريحة المخلصة الملتوية وكانت متكررة ومتجددة وكانت أوجه تختلف، سواء من التصحيح الثوري بين قوسين في 65 إلى مجيء الشاذلي وتفتحه إلى انقلاب 92 إلى وعود زروال إلى وعود بوتفليقة إلى غير ذلك، كلها كانت أقنعة وألبسة لنظام واحد في لبه وهو نظام المخابرات. وعندما نتكلم عن نظام المخابرات هنالك من يرى أن حركة رشاد تبالغ في الموضوع. نحن نقر للكل بنقد ما تقوله حركة رشاد، وهو من حق كل الناس، لأن حركة رشاد تبقى جهد بشري تبني مواقفها على معطيات بحوزتها، وقد في بعض الأشياء تجانب حتى الصواب، نقولها صراحة حسب المعطيات التي وصلتها، ولا بأس في أن يراجع الإنسان نفسه في أمور. ولكن في لب الموضوع، وهذا الذي نريد أن نوضحه، أن ما نلومه على جهاز المخابرات اليوم هو ليست الأشياء الظنية، وهنا نجعل فصل بين الشيء الظني اللي ممكن يعني يكون نابع من تحليل من بعض الكلام الذي يرد من مصدر أو آخر، لأننا نعرف أن حتى النقل قد يكون فيه أخذ ورد، ليس هذا الموضوع. فليس مثلا أننا إذا قلنا أننا نشك أن المخابرات وراء هذه الصفقة أو هذه الإقالة أو هذا الاغتيال أو هذا الجريمة أو هذا كذا، هذا قد يكون فيه أخذ ورد في شيء معين، لكن النمط، نمط التحكم في السلطة الجزائرية، هذا لا غبار عليه، هذا لا غبار عليه، ولا بد أن نناقشه بوضوح، لأن اليوم الجزائر التي يمكن أن نبين بالأرقام وبالإحصاءات بل بشهادات رجال السلطة أنها على وشك، إن لم تكن في صميم الإخفاق الفشل، الجزائر كدولة بعد 50 سنة من الاستقلال على وشك الفشل في الأمور الحيوية، في أمور تخص اقتصادها، في أمور تخص استقلالها، في أمور تخص قطاع التربية، في أمور تخص تطورها كدولة، في أمور تخص بنية الأجهزة التي هي من المفروض أن تدافع عن وحدة البلاد وأن تدافع عن هيبة الجزائر ووحدة ترابها. كل هذه الأمور أصبحت اليوم مهددة بفعل فشل نظام الحكم المخابراتي. وعندما أتكلم عن نظام الحكم المخابراتي أريد أن ننبه على أشياء، وهذا التنبيه سأتكلم بخصوصه وفق حوار دار عبر الإنترنت بين إنسان راسلني، وحسب ما رأيت ممكن يكون له صلة بهذا الجهاز،
لأنه طرح أسئلة وقال أنتم تتهمون جهاز المخابرات وتحملونه كذا وكذا وكذا، والأمر ليس صحيح، بل أن هذا الجهاز يحرص